12/10/2012، الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الله اكبر. عناصر الجيش الحر من كتيبة ابو عمار التابعة للواء التوحيد ولواء احرار سوريا يقومون باستهداف احد مباني فكنة هنانو. الله اكبر. عناصر الجيش الحر من كتيبة أبو عمار التابعة للواء التوحيد ولواء أحرار سوريا تقوم باستهداف إحدى المباني المتمثلة في فكنة هنانو. الله أكبر. الله أكبر. عناصر الجيش الحر من كتيبة أبو عمار التابعة للواء التوحيد ولواء أحرار سوريا يقومون باستهداف أحد المباني المتواجدة في فكنة هنانو. الله أكبر.